فالدفع رباعي، نظام الشروكي، وجهية جبارة، صرفية للوقود زائدة، صرفية الوقود. هذا موديل السيارة وهذا نوع البنزين. طبعا بنتكلم عن السعر، نتكلم عن مواصفات السيارة. هذا الموتور، طبعا بنتكلم عن الداخلية. الداخلية جدا جميلة، لكن نشوف الضمان عندنا 5 سنوات، سعر 124,000 ريال. هذه مواصفات المحرك ودفع رباعي، المصابيح الداخلية الخارجية، كل المواصفات فيها ما شاء الله تبارك الله. نبدأ المراتب الخلفية، هذا تبع الأكواب، حزام بانوراما طبعا، هذا الساعة، الساعة الخلفية للموتر، هذا الموتر من الخلف. طبعا نقدر نقول الشنطة ممتازة في لها غطاء. طبعا الغطاءات افضل انه مرتفع شوي، برضو حق الكوب في اليسار. بسم الله، هذه مواصفات السيارة. تفرج بس وقول ما شاء الله. طبعا هنا حق التعشيق، لو تشوفه واضح معك او ما هو واضح، التعشيق من فوق طبلون كامل شاشة، التحكم بالسيارة في الشاشة هذه كلها لمس. هذه فتحات المكيف، نفس نظام الاف جي تقريبا الا حاجة بسيطة، بس نشوف صراحة الجير فرار. هذا هنا درج او شاحن، ما اعرف تفتح الزبدة. هذه أنظمة الفتحة البانورامية والليد موزع في جميع المقصورة، ما شاء الله تبارك الله. بس الموتر هذا الباب، فتحة الباب ما شاء الله.